امك هي اللي بعتاني، قالت لي بالله عليك يا مجدي تتصرف معاه علشان ما عرفتش اربيه، ما عرفتش اطلع راجل. انت بتجيب سيره امي يالا؟ انت اتجننت؟ ده انت صابي الست. يا اهو صابي الست ده، انا عايزك تحفظ شكله كويس عشان ربنا كتب عليه انه يكون اخر وش تشوفه في حياتك. اللي يشتغل مع واحده ويحط ايده في ايدها وينجحوا سوا والدنيا كلها تسقف لهم ويكسبوا قرشهم من عرق جبينهم وشغلهم هيبقى صبي الست. اقول لك انا مين يا بدر يبقى صبي الست؟ اللي يتحليط لواحده عشان ينول منها قرشين يبقى صبي الست. اللي يرافق لبيسه واحده عشان ينصبوا عليها هما الاثنين يبقى صبي الست. اللي يبتز واحده ويذلها عشان ياخد قرشين معرفش ياخدهم منها بمزاجها يبقى صبي الست. الجوجلو هو اللي يبقى صبي الست. يالا لو ما طلعتش بره دلوقتي يا مجدي هندمك على اليوم اللي فكرت تيجي ترص الكلمتين دول لبدري. يا سيدي والله يا ابني انا ما جاي ارص لك كلام، الكلام ما ينفعش مع واحد جبله زيك. اللي بيني وبينك ده اسمه دردشه قبل الموت. قعدت احسبها وانا جاي لك هتحل الموضوع ازاي معايا يا مجدي؟ تاخد وتدي معايا وتمشي وتاخد منه كلمه تبقى هبل. كلمتين اللي تاخدها من واحد ملوش كلمه اصلا. ما لقيتش غير حل واحد، ناخد روحك وامشي.